نروح دلوقتي لأخبار الناشئين في الصحف والمواقع. الكابتن محمود الخطيب يستعرض مع بروكيتش استراتيجية العمل بقطاع الناشئين في حضور لجنة التخطيط. مدير قطاع الناشئين الكابتن خالد بيب: نهدف إلى استكمال خطة التطوير ومواجهة التحديات الجديدة. عايز أقف قدام الخبرين دول، خبرين مهمين جدا بالنسبة لقطاع الناشئين بالنادي الأهلي. احنا شايفين في طفرة كبيرة في قطاع الناشئين بالنادي الأهلي. الطفرة دي بدأت من السنة السابقة لما شفنا مجلس إدارة النادي الأهلي ولجنة التخطيط بتجيب مدير فني أجنبي لقطاع الناشئين. مدير فني أجنبي ما شفناش المدير فني أجنبي منذ سنوات طويلة لقطاع الناشئين، لكن النهارده لما بتجيب مدير قطاع أجنبي علشان يقدر يطور المدربين واللاعبين فدي خطوة مهمة جدا. امبارح كان في اجتماع مهم الكابتن محمود الخطيب مع لجنة التخطيط، كابتن محسن صالح، كابتن زكريا ناصف، ايضا مع المدير الفني الاجنبي والكابتن خالد بيب. المدير الفني الاجنبي استعرض فيه كافه العمل ان شاء الله خلال الفتره المقبله، ايه الاستراتيجيه اللي هو بيضعها لتطوير الناشئين وايضا المدربين. شفنا من السنه اللي فاتت الحمد لله زي ما بقول لحضراتكم في طفره كبيره، طفره ظهرت في النتائج، دي اول حاجه، لما بنشوف النادي الاهلي بينافس على بطوله 99 للمباراه الاخيره. وكان يستحق البطولة لولا اتحاد الكرة. البطولة الثانية بطولة 2001، النادي الأهلي بيحقق بطولة 2001، بطولة قوية جدا، بطولة الجمهورية. البطولة الثالثة بطولة 2006، بطولة أيضا بطولة جمهورية. فالنادي الأهلي اشترك في أربع بطولات، حقق ثلاث بطولات، والبطولة اللي ما حققهاش بطولة 2003 فضل ينافس فيها لآخر مباراة. فالنهاردة ده نجاح بالنسبة مستوى النتائج. طيب بالنسبة لبطولات المناطق، النادي الأهلي حقق كل البطولات المناطق لولا إنهاء البطولة في شهر 2. لو كان تم استكمال بطولات المناطق كان النادي الأهلي يعني أخذ أيضا بطولات المنطقة. الحاجة الثانية لما نشوف عملية التصعيد بقى، ودي الأهم ودي المهمة بالنسبة لقطاع الناشئين، بنشوف عندنا أحمد نبيل كوكا لاعب ناشئ طلع السنة دي مع مستر موسيماني، بالرغم انه ما لعبش في مركزه، لعب في مركز الباك ليفت مركز تاني، لكن ادى باداء رائع ومستر موسيماني اشاد بيه. بنشوف حمزه علاء النهارده حارس مرمى موجود خلاص بصفه رسميه مع حراس مرمى الفريق الاول. بنشوف لعيبه كتير بتطلع السنه دي مع مستر موسيماني، شفنا فهد جمعه في المباراه الوديه، شفنا محمد نصير اللي سجل هدف في المباراه الوديه الاخيره اللي هيكون ضيفنا النهارده. بنشوف لعيبه كتير بتطلع مع موسيماني وبيشيد دايما بقطاع الناشئين، هو ده النجاح الموجود. النهارده مجلس الاداره والكابتن محمود الخطيب ولجنه التخطيط عايزه تحط قطاع الناشئين، احنا بنشوف الارقام بقى مبالغ فيها بشكل كبير، فعايزه تحط النهارده قطاع الناشئين على الطريق الصحيح. عايزه تكون قطاع الناشئين هو المصدر الاول للفريق الاول، كمان ده شفناه من خلال الاعارات، شفناه كمان من خلال النهارده في ضخ امكانيات كبيره ماديه وفنيه لقطاع الناشئين. النهارده في اهتمام كبير جدا، الاهتمام مش بالفريق الاول بس ولاعيبه الفريق الاول وتدعيم الفريق الاول والجهاز الفني، لا ده التدعيم ايضا والاهتمام ايضا بقطاع الناشئين. فدي كانت خطوه مهمه جدا من الكابتن محمود الخطيب ولجنه التخطيط، ان شاء الله هنشوف ثمارها في الموسم القادم ايضا. ده كان أول خبر مهم كنت عايز أعلق عليه. نروح أيضا للخبر الثاني المهم بالنسبة لنا وهي عملية إعارات اللاعبين. هنشوف إعارات اللاعبين. النهاردة النادي الأهلي زي ما احنا شايفين رسميا الأهلي يعلن إعارة أربع لاعبين إلى الدوري التشيكي. بالمناسبة اللي تم الصفقة خلاص هم ثلاث لاعبين إلى الدوري التشيكي إلى نادي زيسكو كوف. النادي الأهلي اللعيبة اللي تم إعارتها من النادي الأهلي إلى الدوري التشيكي: ميدو حسام ده مدافع، محمد أحمد بيسو صانع ألعاب، مصطفى فوزي ده مهاجم، وكان فهد جمعة أيضا مرشح لكن يعني تعثر انتقاله إلى الدوري التشيكي. لعيبة مبشرة، شفنا النادي الأهلي الفترة السابقة في نجاح كبير جدا في عملية الإعارة. الإعارات للدوري الداخلي
عمليه الاعراض دي منذ سنتين شفنا نادي الجونه لعيبه بتجيد وبتحط بصمه كبيره جدا في الدوري العام. بنشوف دلوقتي عمار حمدي في الاتحاد السكندري، بنشوف احمد ياسر ريان كان في سيراميكا كليوباترا، بنشوف لعيبه محمد عبد المنعم ايضا واحمد عبد القادر في نادي سموحه. فما شاء الله حته عمليه الاعارات، ولكن في الدوري هنا الممتاز في الدوري الداخلي ناجحه بنسبه 100%. نجاحات ماديه وايضا نجاحات فنيه. مستر موسيماني السنه اللي جايه هيتم الاعتماد على لعيبه موجوده اعارات في الدوري الداخلي، خلاص هو اوريدي يعني اتكلم مع بعض اللعيبه او اشر او ادى الضوء الاخضر للجنه التعاقدات ان اللعيبه دي هتكون موجوده معايا، ده نجاح بالنسبه للاعارات. النادي الاهلي بيوسع بقى القاعده علشان يكون في اعارات خارجيه لدوري تشيكي، دوري يعني هيكون اقوى، اللعيبه هتاخد احتكاك اقوى، ان شاء الله ترجع مره تانية للنادي الاهلي يعني تكون اضافه كبيره للنادي.